طيب يا أولاد أنا كده الحمد لله شبعت، أسيبك أنا بقى عشان عندي معاد مع السيد وزير الثقافة. وزير الثقافة؟ حتى قال لي النبي حلو ما تتأخرش عشان عندي ارتباطات. قال لك إيه؟ يا حلو. وزير الثقافة قال لك يا حلو؟ طب وأنت قلت له إيه؟ حلو يا حلو. صرح الفنان حسن الرداد في اخر حديث صحفي ليه انه لسه مش لاقي شريكه حياته، فاحنا بنقول له يا حسن من فضلك لاقي شريكه حياتك لان كده قطر الجواز هيفوتك. ننتقل الى اخبارنا الفنيه. انتهى الفنان احمد مكي من تصوير مسلسله الجديد الكبير قوي اخراج الاستاذ احمد الجندي، بنتمنى له التوفيق وبنقول له الف مبروك. الخبر التالي اللي معانا هو عن الفنان ماجد الكدواني. السوشيال ميديا مقلوبه، تويتر وفيس وانستجرام كلهم بيسالوا ويتسالوا فين الاستاذ ماجد الكدواني من الاعمال التلفزيونيه، فاحنا بنقول يا ماجد مستنيينك رمضان القادم في عمل تلفزيوني باذن الله. اخر خبر معانا النهارده هو خبر سينمائي عن الفنان خالد الصاوي، واللافت للانتباه ان الاستاذ خالد الصاوي داخل فيلمه الجديد من غير بطله جديده، فاحنا بنقول له يا استاذ خالد ركز كويس جدا وان شاء الله تلاقي البطله الجديده لو دورت كويس جدا بالذات في الكاستنج. كانت معاكم لهفه الحلواني اشرف كاستنج. تمام هايل تقريبا كده لافه باذن الله. انت احسن المتقدمين الينا بجد يا فندم. عجبت حضرتك؟ جدا بصراحه. انا ممكن اعمل حضرتك حاجه مختلفه، ممكن اقول لك نشره 6 الجويه، نشره 9، ممكن حاجه سياسيه تقيله. لا 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 كده حلو قوي. بصي انا بعت لهم الكاستنج دون، هم يردوا علينا بقى ان شاء الله قريب. متشكره جدا. طب من فضلك ما تتاخرش عليا على الرد. هتاخر ولا ايه؟ لا 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 مش هتاخر. حاضر ان شاء الله. انا اكسايتد جدا. لا لا ما تقلقيش. ميرسي جدا. طب معلش حاجه اخيره اقولها لحضرتك، في بنات ثانيه بره يعني اوعى يملوا دماغ حضرتك ما دام انا عجبت حضرتك. لا يعني ده رزقي خلاص بقى. خليها عندك ثقه بنفسك. ها لا انا كونفيدنت جدا. طيب اوكي ميرسي جدا. ما تنساش حضرتك لهفه الحلواني. اوكي لهفه الحلواني. سلام. باي باي. معلش نسيت الشنطه. هيلا وهيلا 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 هيلا وهيلا 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 الكمبارسي ده هو الليلة. الكمبارسي ده هو الليلة. هيلا وهيلا 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 هيلا وهيلا 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 الكمبارسي ده هو الليلة. الكمبارسي ده هو الليلة. لولا ولولا 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 لولا ولولا 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 من حق الكمبارسي بطولة. من حق الكمبارسي بطولة. ده لولا ولولا 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 من حق الكمبارسي بطولة. من حق الكمبارسي بطولة. ليلى 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 يسقط يسقط حكم المنتج. كرسي انت. طيب يا باشا. انت طيب يا سيدي. مفيش بقشيش بقى معلش. مفيش. نعم مفيش بقشيش. وهو انا طلبت منك بقشيش؟ مفيش فكه يا عم. ده غريب جدا على فكره. على فكرة الفيلم ده تحفة يا باشا. انا هشوفه. البطل هيطلع هو اللي خطف مراته. بس مش بس العصابة. بس انا هتفرج عليه يا عم. شكرا. اصل الناس كلها بتتزاوج بتفتكر العصابة. يا سيدي شكرا. ماشي اي خدمة يا باشا. شكرا بجد. شكرا. أمور. شكرا. احنا نائب المدير. اهلا وسهلا. اهلا يعني في اي بي يعني. اتفضل. ثانية واحدة بس بعد اذنك يا ابو الشباب. معلش عشان الكراسي دي بس في الصيانة يعني. اتفضل انقل بس في اي حتة تانية. تفضل يا فندم. في الصيانة ايه؟ ما الناس قعدت اهي. ما هم دول بتوع الصيانة. يا ريت تخليك في حالك. خليك في حالك. ايوه امر يا باشا. شكر. ماشي تحت. على فكرة يا باشا مش البطل بيطلع هو اللي خاطف مراته ولا حاجة. انا بس كنت بقول كده يعني. اعزائي المشاهدين من امام وزارة الثقافة معنا احد منظم المظاهرة الاستاذ حلواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هانم احنا بذلنا المستحيل، سلكنا جميع الطرق عشان نقابل اي حد من المسؤولين رفضوا يقابلونا، فكان السبيل الوحيد قدامنا ان احنا نقوم بهذه المظاهرة السلمية عشان نقابل اي حد من المسؤولين يشوفوا طلباتنا. وحضرتك كومبارس ايه الرسالة اللي تحب توجهها؟ لا حضرتك. لا لا مؤاخذة معلش. معلش لسه جديدة حضرتك. مش الكومبارس. أنا نقيب الكومبارس يا فندم. كنت زمان ابتديت كومبارس، حاليا أنا نقيب الكومبارس في العالم العربي وبالذات العالم الثالث. يعني أنا عندي الكومبارس يبقوا حلوين أبعتهم لنقيب الممثلين زميلي، يبقوا نجوم يرجعوا كومبارس يرجعهم لي تاني وأدي له الفرق. أنا آسفة بس أنا ما شفتش حضرتك قبل كده. حضرتك عملت أعمال معروفة يعني؟ يا هلا
أنا لي أعمال، معلش، أعمال درامية وموسيقية وزمايل كبار النجوم سواء في مصر، يعني حبيبي وصديقي الزميل عادل إمام اشتغلت معاه، والفنانة سعاد حسني الله يرحمها فيلم الزنزانة مالي، والبشطينو، البشطينو عامل معاه اتنين فيلمين كرتون، ودوغلاس فريكانكس، دوغلاس فريكانكس ده له مواقف رهيبة معاه. سفندم أصلي لازم حدك تقري أخوي كان مش معاه سلاح، حاجة بسيطة كده للأولاد. شكر شكر دنيا. لا أنا معيش. تؤمرني بحاجة تانية؟ بقولك إيه، معلش كابتن قدام ده طويل، وحمادة وسندس مش شايفين منه حاجة خالص. يا خبر، طويل شوية؟ اعتبره كزم يا فندم. خلاص شكر. باشا انت تاني؟ ايوه. عايز ايه؟ حضرتك طويل شويه. والله عندي وحمه في كتفي اليمين على فكره. لخص يا عم، عايز اتفرج على الفيلم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ على فكره انا مش مستريح لك من ساعه ما دخلت. عشان ما دفعتش مش كده؟ طب ما انت بتفهم اهو. بقول لك ايه، يعني يا تشوف كرسي تاني يا اما تقصر شويه. حماده وسندس مش شايفين حاجه، شايف حاجه؟ انا ومال حماده وسندس؟ انا قاطع تذكره. بقول لك ايه، ده مكان محترم، تتكلم كويس، قول معايا. محترم؟ لا، فين المدير بتاع المكان؟ انا عايز المدير. هيعمل لي ايه المدير؟ انا عايز المدير. عليكوا على المدير. ولد ولد، ايه ده ايه ده؟ خلاص خالص. احنا اسفين يا فندم، اتفضل. اما انت عامل الاسود مخصوم منك يومين، ايه رايك؟ يومين يومين. فهمت. طب ايه رايك بقى في تظبيط قرايبك؟ اخرس خالص، اطلع بره، مخصوم منك يومين بره، امشي. منور يا ابو سندس. تسلم يا حبيب قلبي. ده غير الادوار بقى بتاعتي اللي حصل عليها مؤامرات. ازاي يعني؟ هانم مثلا فيلم، تذكري فيلم خرج ولم يعد، انا كان المفروض انا البطل وزملائي شاهدين. طبعا. كنت انا البطل في هذا الفيلم، انما بقى حبيب قلبي يحيى الفخراني نحيت. انا بس خرجت يا دوبك اشرب سيجاره بتمرن على الدور، لانه خرج ولم يعد، راح جاي يحيى الفخراني لادع الفيلم مني، بس انا ما بتكلمش. انما تقول ايه، الناس كلها عارفه. استاذ حلواني، تحب تضيف اي حاجه؟ في يمكن حاجه جمهور ما يعرفهاش، انما انا لاول مره اصرح بيها. سعادتك عارفه المثل المشهور، اللي بنى مصر في الاصل حلواني. لا، في الاصل دي اتحطت مؤخرا عشان تفرسني انا، انما هي اللي بنى مصر الحلواني. مين الحلواني؟ بس انا ما بتكلمش، تواضع مني. يابا مش كده مشاكلنا، انت نازل خرط خرط يابا، مشاكلنا يا اخي. انت عم بتتكلم على نفسك وبس، مش معقول كده. ازاي ما انا بتكلم والانسه بيقولها كل حاجه وما اعرفهمش دول على فكره. حبيبة خاله، حبيبة قلب خاله، ألف مبروك عليكي. أنا كنت واثق إنك هترفعي راسي وتبقي مذيعة ناجحة. ميرسي يا خاله، الله يبارك فيك. ما عندكش فكرة يا خاله، أنا بجد بقالي كتير جدا مركزة مع كل المذيعات عشان نفسي أبقى بيرفكت أكتر منهم، بالذات أستاذة رولا خارسة وأستاذة لبنى عسل. طيب يا جماعة، بما إننا قاعدين كده مجتمعين وقاعدين قاعدة عائلية جميلة، أنا بفكر نعمل شركة إنتاج. بس احنا مش بنفهم حاجة في الانتاج يا بابا، احنا موهوبين بس في التمثيل. ده استثمار يا بنتي، افهمي كلامي. اسمح لي بقى يا بابا اسألك واعمل معاك انترفيو، ركز في ادائي يا خالو. استاذ حلواني، حضرتك عايز تعمل الموضوع ده، موضوع شركة الانتاج، عشان استثمار ولا عشان عايز حد ينتج لك الفيلم بتاعك انت وزمايلك؟ خصالك يا لفة، انت بتشك في نوايا بابا حبيبك؟ بعدين فيها ايه لما تنتجي لي فيلم انا وصحابي؟ انا عايزه اعرف ايه الجديد اللي هتقدموه للجمهور. لا احنا مش هنعمل حاجه كبيره، يعني هنعمل حاجات ملمومه كده في القنوات الشعبيه، والاولاد برضو يعني هيبقى لهم شغل وهيستنفعوا معانا. انا همسك الحسابات. انت متخلف يالا، حساباتي انت صغير يالا.
صغيرة يا اخويا بس بحر. تحير ايه يالا؟ محدش يعرف يحيرني. محدش يعرف يحيرني يابا. في ايدك كده. محدش يعرف يحيرني. بس ولا ولا ولا. عاجبك كده يا بابا الفايت اللي عملتها بين الولاد؟ وخاله كمان دخل معاهم بالطريقة السوكية دي؟ مش ممكن. انتوا مش جعانين يا جماعة ولا ايه؟ انا جعانة قوي. انا سامعة حد بيقول جعان. يلا يا حبايبي. عاملالكوا بطاطس بالكاري ورز بدبس الرمان. رز بدبس الرمان؟ ده كان البيبسي ما عرفتش تعمله بالرمان، هتعملي انت بالرمان؟ يلا يا قف. تعالى يا واد الدوامة كله. يلا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم لهفة شو على إذاعة الشرق الأوسط. معانا النهارده اهداءات كتير قوي قوي. اول اهداء معانا هو من معتز لياسمين، وكمان ببعت بوسه كبيره قوي لليلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنقول لكم متشكرين على حسن متابعتكم، ونشوفكم تاني في نفس الميعاد بكره في لهف شو اذاعه الشرق الاوسط. أنفع برضو مذيعة راديو. علوة تعالى يا حبيبي قلبي تعالى. اتفضل بقى هنا. معانا النهاردة طفل جميل هنستضيفه في عيد الطفولة وهنسأله اسمك ايه حبيبي؟ حمادة. قولي بقى يا حمادة الطفولة بتمثلك ايه؟ مفيش حاجة بتمثلها لي. ايه طيب قولي بقى يا حمادة ايه أحلى مادة بتحبها في المدرسة؟ أنا مبروحش المدرسة أصلاً عشان أحب مواد. لا لا اكيد في ماده معينه انت بتحبها. يا ستي بكره كله. اطلع بره بقى. لا 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 اطلع بره خلاص. بابا من فضلك خد علوه عشان فصلني. يا ستي روحي كده. مش ممكن مفيش اي حد بيديني اي هلب في العيله دي. اكتب عندك. اديني بكتب. عايزين ترابيزه مطبخ كبيره قوي. ترابيزه وكمان محتاجين حوالي 30 40 إزازة مياه غازية ساقعة. ماشي مياه غازية. عشان حيجينا زباين طبعا، ومحتاجين كمان إعلان كبير ينزل من البلكونة نكتب عليه اسم الشركة وحاجات تنور بالنيوم. يافطة نيوم؟ أكتب كده يعني؟ نيوم نيوم. إيه تاني؟ ثانية. أوه مين؟ اهلا 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 والله العظيم بجد. تحت امرك طبعا طبعا. شيء يسعدني. اديني بس العنوان بتاع الاستوديو النهارده الساعه 9. اوكي عيني. حاضر. ايه ده مين دي حلوان؟ واحده طلبتني دلوقتي عايزيني يا ستي النهارده. قال يعني انا عايزين النهارده عشان برنامج بتاع الاستاذ عمرو الليسي. انت بتقول عمرو الليسي؟ مش ده بتاع المأساويات والعشوائيات؟ يا لهوي انت جاي تشحت علينا يا حلواني. اشحت عليكم ايه؟ وانت هتشحت عليكم حاجه؟ انا طالع طالب بحق الناس اللي حقهم مهضوم. قصدك الكومبارسات بتوعك؟ قصدك الممثلين القديرين المنسيين. تخيلي بقى النهارده انا هطلع باذن الله في التلفزيون مع الاستاذ عمرو 3 ساعات. يا استاذ. بونجور يا استاذ. ازيك ازيك عامل ايه؟ ازيك انا لهفة مش فاكرني؟ فاكر. اللي عملت كاستنج على النشرة الفنية. تمام. هم ما كلموكيش؟ لا هو الحقيقة محدش كلمني، بس انا بحب دايما اجي قبل معادي لان انا الالتزام في طبيعي. تمام تمام ربنا يوفقك. مش دي ربنا يخليك. هي الاوضه بتاعتي اللي انا هقعد فيها فين؟ ولو بعد اذنك محتاجه حد بس يفهمني لو انا هسال الضيوف اسئله محرجه ولا هبقى لزوزه معاهم، يعني هعمل ايه بالظبط؟ معلش يا لهفة بس انت مش هتعملي حاجه. لا مفيش مشكله لسه في وقت، يعني ممكن مثلا اذاكر. انا صدقني انا ذكيه جدا. معلش يا لهفة بس انت مش هتصوري. هصور بكره؟ لا هو المخرج جاب خطيبته هي اللي تقدم البرنامج. خطيبته؟ معلش يا لهفة والله انا قلت لهم يكلموكي كذا مره علشان ما تدبيش المشوار على الفاضي، بس الظاهر ان هم نسيوا. لا ولا يهمك انت مش ذنبك حاجه. معلش تتعوض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ممكن اشوف شغلي بقى؟ اتفضل ربنا يوفقك.
يا رب يا رب البرنامج يفشل، ولو اتذاع يتذاع 3 الصبح عشان محدش يشوفه، ويا رب المخرج ده يفسخ خطبته وما يلاقيش ولا واحده يتجوزها كمان. حسبي الله ونعم الوكيل.